بلادنا المعمورة. صباح جديد عم نطلع عليكم عبر برنامجنا صباحنا غير. صباح بنبدا برفقتكم وبختام الاسبوع، فان شاء الله عبر ساعه وربع من الوقت نكون قدمنا شيء فيه فائده ونصيحه لكم ومعلومه جديده تفيدكم بحياتكم. صباح جديد لكم مشاهدينا، ويسعد صباحك سلمى. يسعد صباحك ريج، الحمد لله على السلامه اول شيء. الله يسلمك والف مبروك، بدي بارك لك ولاكيد لزميلنا سامي الف مبروك. شكرا كثير لك وعقبال فرحتك وفرحه كل صبايا القسم الثقافي عندنا بالاخباريه وكل الصبايا اللي ما تجوزوا. شكرا اريج، وان شاء الله هيك على طول العمر سعاده وهنا. شكرا، يسعد صباحكم مشاهدي الاخباريه السوريه، يا رب هالصباح يحمل كل الامل والتفاؤل والطاقه الايجابيه لكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. اليوم الخميس 29 تشرين الثاني، تاريخ جديد عم يسجل بحياتنا، خلوه يبدا بمحبه وامل. اكيد الارض والهويه رح تبقى هي بوصلة الشعب الفلسطيني. نضال مستمر ضد الكيان المغتصب لطهارة الأرض العربية تحول معها التاريخ ليوم دولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، فالقضية الفلسطينية بقيت بوصلة كل مقاوم. نبدأ صباحنا بعد الفاصل. يعني مثل ما ذكرتي 29 تشرين الثاني هو اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. معلومات عن هالتاريخ نتعرف عليها سوا بهالمادة. اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. تحتفل الأمم المتحدة باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 29 من تشرين الثاني، ويحتفل باليوم الدولي بإقامة فعاليات ثقافية ومهرجانات سياسية وجماهيرية تضامنية من قبل حركات تضامن ولجان سياسية. واستجابة لدعوة موجهة من الأمم المتحدة، تقوم الحكومات والمجتمعات المدنية سنويا بأنشطة شتى احتفالا باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. وفي 29 من شهر تشرين الثاني من عام 2012 انضمت فلسطين إلى الأمم المتحدة بصفة دولة مراقبة غير عضو. وفي 30 من أيلول من عام 2015 رفع العلم الفلسطيني أمام مقرات ومكاتب الأمم المتحدة حول العالم. وعادة ما يوفر اليوم الدولي للتضامن فرصة، لأنه يركز المجتمع الدولي اهتمامه على حقيقة أن قضية فلسطين لم تحل بعد، وأن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه غير القابلة للتصرف على الوجه الذي حددته الجمعية العامة، وهي الحق في تقرير المصير دون تدخل خارجي، والحق في الاستقلال الوطني والسيادة، وحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي أبعدوا عنها. ومن بين الأنشطة الأخرى التي تنظم في نيويورك في إطار الاحتفال باليوم الدولي للتضامن، إقامة معرض فلسطيني أو حدث ثقافي ترعاه اللجنة وتنظمه بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة. وتعقد أيضا اجتماعات احتفالا باليوم الدولي في مكتبي الأمم المتحدة في جنيف وفيينا. وتكون مراكز ودوائر الأمم المتحدة للإعلام في شتى أنحاء العالم على استعداد لمساعدة الحكومات ومن منظمات غير الحكومية وغير ذلك من الجهات الراغبة في تنظيم أنشطة خاصة فيما يتصل بالاحتفال، وذلك بتزويدها بما يلزم من معلومات ووثائق. أريج، إضافة لهذا الحدث اللي تابعنا تفاصيل عنه اللي بيكون بمثل هذا اليوم، بتاريخ اليوم أيضا شهد كثير من الأحداث عبر الزمان سجلت لتتحول لذاكرة، بنتعرف على أبرزها بالتقرير التالي. اليوم 29 تشرين الثاني شهد كثير من الأحداث اللي تسجلت بتاريخ اليوم. قراءة سريعة لأبرز الأحداث. بعام 1226 لويس التاسع يتولى عرش فرنسا، وبعام 1777 تأسيس مدينة سان هوزيه بولاية كاليفورنيا، وبمثل هاليوم من عام 1781 وقوع مجزرة زوينغ، وذلك عبر غرق سفينة العبيد اللي كانت بتضم 133 من الأفارقة العبيد للحصول على التأمين. وبعام 1899 تأسيس نادي برشلونة بإسبانيا، وبعام 1945 قيام جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية الاتحادية. ومن الوجوه اللي شهد 29 تشرين الثاني يوم مولده، فبعام 1803 عالم الفيزياء النمساوي دوبلر، وبعام 1849 عالم الفيزياء الإنجليزي فليمينغ، وبعام 1874 إيغاس مونيز طبيب برتغالي حاصل على جائزة نوبل بالطب بعام 1949. وبتاريخ 29 تشرين الثاني شهد وفاة عدد من الشخصيات، فبعام 1924 جاكومو بوتشيني ملحن أوبرا إيطالي. هي كانت أبرز الأحداث اللي صارت بمثل هاليوم 29 تشرين الثاني. نهاركم سعيد. فيزيائي ورياضي نمساوي قام بدراسة وتوثيق تأثير دوبلر الذي سمي باسمه، وهو عبارة عن تغيير ظاهري في التردد والطول الموجي للموجة. وتخليداً لاسمه في مجال الإنجاز الطبي، أطلق اسم الإيكو دوبلر على أحد أجهزة الإيكو الطبية التي تستخدم لدراسة الأوعية الدموية. ولد دوبلر في النمسا في 29 من تشرين الثاني عام 1803. درس الفلك والرياضيات في سالزبورغ، ثم عمل في كلية براغ التقنية في جمهورية تشيك، ليتم فيما بعد تعيينه بروفيسوراً في الرياضيات والفيزياء عام 1841. نشر دوبلر أحد أكثر كتبه أهمية، وهو كتاب الضوء الملون للنجوم الثنائية وبعض النجوم الأخرى في السماء. وعبر هذا الكتاب طرح دوبلر أساس فكرته التي عرفت فيما بعد بتأثير دوبلر، والتي يقول فيها أن الضوء المشاهد للموجة يعتمد على السرعة النسبية بين الشخص المشاهد ومصدر الموجة، ليكون هذا هو المبدأ في تفسير ألوان النجوم. نشر دوبلر ما يزيد عن 50 مقالة في الفيزياء والرياضيات والفلك. وفي عام 1850 تم تعيينه رئيساً لمعهد التجارب الفيزيائية في جامعة فيينا، وأصبح لاحقاً الموجد الأول لعلم الوراثة. توفي كريستيان دوبلر في 17 من آذار من عام 1853. أريج بأولى مساحاتنا الصباحية لليوم رح نكون مع فكرة جديدة بدأت تتطبق بنظام البناء الحديث، ومع إعادة الأعمار ممكن تكون جزء من أسلوب حياتي مختلف. البيت الذكي ممكن يكون عتبة البداية لتغيير بأسلوب الحياة. يعني بدل الأجهزة الكهربائية اللي ممكن تستهلك وقت وجهد ومساحة داخل المنزل، اليوم ضمن تقنيات المنزل الذكي صار في توفير باستهلاك الطاقة وأسلوب جديد بالتعامل مع هالأجهزة بتقنيات متطورة ومختصرة وبس بكبسة زر. هذا الشيء اللي رح نتعرف عليه أكثر بشكل أوسع مع الأستاذ محمد عمار دلول، دكتوراه بمجال الاتصالات الخليوية وخبير بمجال التكنولوجيا. يسعد صباحك أستاذ عمار. صباح أهلا وسهلا فيك. صباح النور. صباح الخير. صباح الخير. يعني اليوم عم نحكي عن مفهوم قلنا عنه بالمقدمة اللي هو المنزل الذكي، خلينا نعرف أكثر بشكل تفصيلي كل يلي عم يتابعونا شو بنقصد فيه. حقيقة مصطلح السمارت أو كل شيء له علاقة بالذكاء أو الذكي والتجهيزات الذكية بدأ يظهر كثير بالفترة الأخيرة. إذا بنلاحظ صار يقول لك سمارت تي في، تلفزيون ذكي، سمارت ووشر، سمارت. حقيقة الفكرة بشكل عام أي تجهيزة أو جهاز موجود بالمنزل إن كان هو جهاز إلكتروني أو كهربائي أو ممكن التعامل معه ليقدم أي خدمة بالمنزل، موصول على شبكة. يعني قدران أنا أتواصل مع هذا الجهاز من خلال ممكن تطبيق أو من خلال أي شيء خارج هذا الجهاز، هو صار مفهومه ذكي. وبالتالي مثال التلفزيون الذكي وقت صار يقولوا سمارت تي في، لأنه سمارت تي في قدران أوصل عليه إنترنت، ومن خلال الانترنت أنا أقدر مثلا أعمل نزل تطبيقات أو أتواصل من خلال التلفزيون على أي تطبيق معين موجود من خلال هذا التي في. وبالتالي انتشرت القصة لتشمل أجهزة أخرى، فصار مثلا صار في الغسالة الذكية اللي هي ممكن من خلالها أنا أتواصل لأقدر أعرف إنه قديش المخزون فيها للدواء الغسيل أو ما بعرف مسحوق الغسيل، لا ممكن أشوف فيها قديش ممكن قديش كم كيلوغرام غسيل في بقلبها. وبالتالي صار وقت إنه أتعامل، يعني في لها سوفت وير أو أبليكيشن أقدر أتعاطى معها. بنفس الوقت بلشت للريفرجريتر للأشياء كلياتها. ولكن هو المفهوم بشكل عام حقيقة هو أشمل من هيك. المفهوم بشكل عام لما نوصل كل المنزل بكل تقنياته الموجودة بقلبه لنحوله لمنزل ذكي من خلال بروتوكولات حديثة هلا ممكن نحكي عنها شوي، فبيخليني اتعاطى مع المنزل بطريقة اسهل كتير، وبخلي المنزل يقدر هو بطريقة ما يعطيني نوتيفيكيشن، يعني يعطيني اشعارات. فمثال ممكن يكون انا بالشغل فيوصلني اشعار انه مثلا لو فرضنا في مشكلة بالمي بالبيت، أو في مشكلة بمكان ما بالكهرباء بالبيت، أو في مشكلة بأي خدمة موجودة بالبيت، لأقدر أتعاطى معها بشكل سهل. وبالتالي أقدر أقوم بعملية الصيانة، عملية مثلا الأحضار اللي بدي أجيبه كجيب أغراض من البيت أو أشياء. يعني المميز بهالتقنية أنها هي مو بس يمكن ترفيهية، هي صح. حتى خدمية صح. وإلها إفادة. يعني بالفعل وقت الشخص يكون برا البيت أوقات كتير بضل باله مشغول على البيت إنه في شيء زر كهرباء، في شيء سخان مي، أو في شيء أي بتعلق بأمور خدمية بالبيت نسيانه هو. صحيح. هذا الموضوع كمان بيوفر تقديم هيك خدمة. حابين نعرف كمان شو هي الخدمات والتقنيات اللي بيقدمها هذا البرنامج الذكي. تمام. حقيقة هي الفكرة بشكل عام صار في نوع من أنواع المعيار أو بروتوكول بالعالم عم يتطور من خلال المنظمات المسؤولة عن تطوير بروتوكولات اللي هي بتكون بين اتحاد شركات مصنعة عادة للإنترنت الأشياء أو الإنترنت أوف ثينجز، اللي هي حقيقة الشبكة الحديثة اللي حتعمل ثورة في عالم التكنولوجيا لربط الأشياء ببعضها مع الأشخاص. فمنلاحظ مثلا اليوم بشكل عام اليوم الاتجاه العام باتجاه الشبكات العالمية الإنترنت أوف ثينجز، وبتصور يعني بالقطر بالجمهورية العربية السورية هلا ماشيين باتجاه تطوير شبكة الانترنت لتدعم بروتوكول اسمه الاي بي فيرجن 6 ليدعم هذا الانترنت الاشياء. حقيقة انترنت الاشياء عندها معيار اسمه زيجبي او زد ويف. وهلا لما بنروح بكره بنلاقي بالمولز او بشيء بنلاقي في تجهيزات بتلاقي حتلاقي ست ببوكس حيقول لك هذا بيدعم زيجبي، يعني عمليا بيدعم انترنت الاشياء شو ما اشترينا ان كان شاحن موبايل وان كان اي تجهيزه بالبيت. الفكرة الإجمالية كيف؟ بأنه أنا اليوم لما بوصل هالخدمات كلياتها مع بعضها بتوفر علي كلف. كيف؟ مثال لما أنا بجي بعمل بالبرنامج بقول له مثلا إذا كان في حدا أكثر من 10 دقائق غير موجود مثلا بالغرفة طفي الإنارة مثلا، إذا كان مثلا طلعت الشمس نزل الأباجور. وبالتالي هي حتعمل لي نوع من أنواع الاستدامة بالبيت، حتعيش الأشياء فيه أكثر، زائد حتكون حقيقة حتأثر علي بعض الكلف بالصيانة بموضوع الخدمات، إضافة لتعطيني نوع من أنواع خلينا نقول المساعدة الأسيستنت للشخص بحد ذاته ليأمن خدمات بيته. فبالتالي حضرتك ذكرتي فكرة كتير حلوة، أنه أنا قاعد بالبيت خايف أنه يكون في زر بيت ما بعرف زر كهرباء مشعول، سخان، ما بعرف أشياء، فأنت بتتخيلي أنه أنت ما عندك هذا الهاجس بكل شيء في معيشتك فيه بالبيت، خاصة إذا في عائلة مثلا بالبيت. وبالتالي أنا اليوم أعطاني نوع من أنواع الأفضلية بأنه أنا أفكر فقط بإنتاجية العمل مثلا إذا أنا ضمن فترة العمل، وصار في مين مسؤول عم يساعدني تجاه البيت لأمن هالاحتياجات ويعطيني نوتيفيكيشنز. يعني أستاذ عمار، نحن عم نشوف مشاهد حاليا من التقنيات المستخدمة بقلب المنزل عن البرنامج البيت الذكي. عادة كنا نشوف نحن وصغار حدا يقول يا ترى ممكن بيوم من الأيام نوصل إنه كل شيء بالبيت يصير أنا إذا ضيعته أعرف هو صح وين. صح. هلا أنت حكيت إنه هو برنامج، صح. يعني بالتالي أنا لازم يكون عندي جهاز لأقدر أوصله بهذا البرنامج. هل في تقنيات ممكن أشياء عادية بالمنزل تنوصل على هذا الشيء، ولا هو بس بينزل على أشياء أصلاً هي أجهزة إلكترونية؟ حقيقة هي الفكرة تماما هي ما لها برنامج بحد ذات، لأنه الابلكيشن والبرنامج حتطوروا كتير شركات، حيصير في 1000 برنامج. هي الفكرة التقنية بتعتمد على بروتوكول. هالبروتوكول هو عبارة عن مثل خلينا نقول معيار، إنه أي حدا بده يصنع يروح يصنع. إن شاء الله بده يعمل بكلة مفاتيح مثلا، يعني بورتوكلي فيها من مفتاح ولكن تدعم تكنولوجي أو بروتوكول الزيجبي. وبالتالي أنا اليوم من خلال أبليكيشن يمكن على موبايلي أو على التي في نفسه أقدر أقول له وين المفاتيح، فالمفاتيح مثلا ساعتها يبعث له مثلا نوتيفيكيشن للمفتاح إنه البروتوكلي تزمر، يكون فيها مثلا نوع من أنواع ضوء، زمور، أي شيء. وبالتالي اليوم حلاقي مفتاحي دغري لأنه مضيعه. وفينا نمشي من أصغر شغلة مثل هي وأنت طالعة باتجاه أي شيء بالبيت. فمثال حتى هلا بلشت شركات الفرنشر الكبيره مثل ايكيا وهيك شغلات العالميه بلشت تطور حتى اشياء تكون فيها سمارت للمفروشات بحد ذاتها. فصار مثلا في سمارت بيد، انه انت مثلا بدك تروحي على النوم متى ما بلش يحسك انه انت مثلا نمتي، وبالتالي عاده بيكون في استقرار بدرجه الحراره، في بيظبط هو لحاله، بخاطب المكيف، بخاطب الضوء، فبصير يطفي مثلا، يخفف الاناره، بيظبط حراره الغرفه على السيت اب اللي انت حاططيه، اشياء كثير. فاليوم التطبيقات هي لا نهائيه، ولكن التطبيق الاكبر من هيك والاشمل من هيك واللي عم تسعى له الدول هو تطبيق المدينه الذكيه. يعني نربط اخر شيء كل هالاشياء كمنازل ذكيه على سنترلايزد تكون مدينه ذكيه بحد ذاتها. يمكن احنا حكينا بوقت سابق ضمن صباحنا غير عن المدينه الذكيه، واذا يمكن تحققت هذا حلم ان شاء الله بيكون. هل في افكار جديده عم ينشغل عليها؟ حقيقة يعني قد معلوماتي أنا أنه في يعني توجه حكومي عام باتجاه التكنولوجي، باتجاه الأتمتة، باتجاه المدن الذكية، ومن شو عم بلشنا نشوف مشاريع على الأرض بهذا الحديث. وأعتقد هو بطريقة ما هو ترند، يعني دائما اليوم الدول بتمشي باتجاه التكنولوجيا، مثل ما دخلت تقنيات الموبايل بعدين تقنيات الإنترنت وإلى آخره. فاليوم لا شك ولا بد أنه اليوم حنوصل باتجاه هاي التقنيات، ولكن موضوع الوقت هو عام زائد موضوع الخبرات. وبالتالي شوي شوي حنلاقي حالنا اجباري مثل ما هلا تعودنا على واتساب وعلى ما بعرف شو على سمارت فون، حتلاقي بعد شوي صار كل العالم ما عم تقدر تعيش بدون هالابلكيشنز. حتوصل لمحل حتلاقي السمارت هوم صار شغله كثير مهمه اللي هو البيت الذكي، وبعدها المدينه الذكيه السمارت سيتي صارت بالنسبه لنا شغله كثير مهمه لنقدر نعمل كنترول كامل على مستوى الاشخاص تعطينا حياه رفاهيه، وعلى مستوى الدوله لضبط بعض العمليات اللي تساعدها بالمجتمع او باداره المجتمع الموجود بضمن المدينه. فهذا الموقف إن شاء الله هو المستقبل بإذن رب العالمين عنا وبكل دول العالم. أكيد يعني هو هذا شيء كتير مهم، وكل ما تطور الإنسان برحلته بالتطور ممكن يفقد شغلات إلى حميمية. إن شاء الله ما يكون هذا الشيء جزء من أنه نحن نفقد قدرتنا على التواصل الطبيعي مع بعض. يعني مهم أنه تخدمنا بشيء خدمي مثل ما قلت، ممكن توفر علينا شوي بفاتورة الكهرباء، توفر علينا تعطينا شوية رفاهية، بس ما تزيد نسب الكسل أيضا عند الناس انه ما عاد نقدر نعمل شيء، خلاص كبس الزر كل شيء بنساويه. عم يندرس هذا الموضوع شوي. لك اليوم في مشكله كثير كبيره بالعالم، صار في هيئات عم تدرس اثر التكنولوجيا التقنيات على المجتمع وبالتالي هذا حقيقه اذا بنفتح على الانترنت بنلاقي دراسات كثير كبيره فيه. شو المشكله اليوم؟ الترند او خلينا نقول سلوك المجتمع باتجاه التقنيات ممكن يروح بعده اتجاهات. فمثل ما كان بالانترنت في عالم تستعملها تطلع ابحاث وتستفيد وتطور، في عالم تستعملها تتسلى وتعمل تشوف اغاني او تشوف اشياء ثانيه، وبالتالي اليوم كيف بدنا نحن نوجه التقنيه لحتى نعمل وعي للمجتمع بانه يستعملها بالاتجاه اللي يمكن يفيد الخدمات العامه او الخدمات المجتمعيه. بحد ذاتها هي عاده المفترض بتقوم فيها الحكومات، فالحكومات بيكون عندها نوع من انواع السياسه او الدراسه لكيف بدها تنشر ثقافه التقنيه بالمجتمعات لتروح باتجاه التطوير، خلينا نقول الثقافه، ما تروح باتجاه الرفاهيه والتسليه. نعم. ولكن نحن اليوم كلياتنا عم نعاني من هالتكنولوجي، انه بتلاقي كل واحد قاعد بالبيت بس قاعد على الواتساب اعتماديه كليه يعني. صح يعني كل حدا عم يتابعنا هلا بهمه يعرف انه امتى ممكن يكون في خطط لهذا المشروع والبدايه بالتطبيق. نعم. حقيقه سمعنا كلياتنا بسوريا عن اطلاق اول مشروع اندرج تحت المرسوم 66 لاعاده مناطق تنظيميه اللي انطلق، اللي هي ماروتا سيتي، اللي هي بالمزه، اللي هي خلف الرازي سموه او ماروتا سيتي. وانا معلومتي بتقول انه المدينه هي او المنطقه هي اللي تحتوي اكثر من 200 بناء اندرست اوريدي كدراسات هندسيه لتكون هي مدينه ذكيه، وبالتالي كبنى تحتيه تأسست أو اندرست لتتأسس باتجاه المدن الذكية. حتكون بعتقد هي أول مدينة ذكية بالمنطقة، حتى يعني حتى بالمنطقة نحن ما عندنا ولسه ولا كومباوند أو مجمع سكني يعتمد تقنيات المدينة الذكية مثل ما عم يشتغلوا بماروتا سيتي ليروحوا باتجاه اكستريم، يعني بطريقة كثير كبيرة باتجاه المدن الذكية. وبعتقد حتكون نقطة الانطلاق لنبلش بقى شوي شوي إن شاء الله نتعامل بهذا الموضوع، وخاصة أنه وزارة الاتصالات والتقنية اليوم ماشية بخطوات سريعة كثير كبيرة باتجاه تحسين واقع الشبكة كبنى تحتية، فشوي شوي حنلاقي تحسن بشبكة الإنترنت، تحسن بالخدمات الاتصالات، وبالتالي وهذا اللي كان بدي أسألك عنه. يعني هي حتى تقدر تحصل على جودة هذا خلينا نقول التطبيق لازم يكون عندك بالأول إنترنت يمكن سريع. نحن يعني خلينا نقول الخدمات البسيطة أو التطبيقات البسيطة أوقات بنعاني من صحيح. سرعة شبكة الإنترنت صحيح. ما بنقدر كمان هي التطبيقات أو خلينا نقول البرامج الذكية رح تتعامل مع مثلا قدرة معينة من هي الشبكة ولا لا؟ ممكن بالعكس تكون هي قد ما كان النت بطيء هي مثلا عندها قدرة انه تتجاوب او شيء. هلا الميزة بتقنيات البيت الذكي مثلا انه اليوم هي عبارة عن معلومات بسيطة بتعبر عن شيء، فمثلا اليوم لما اي تجهيزة بقلبي بدها توصل نوتيفيكيشن تتمكن من توصيل هالمعلومة من خلال يعني حجم نقل بيانات كثير صغير، لانه عمليا نحن بنحس بطء الانترنت لانه بنفتح فيديوز وبنفتح اغاني هيك، اما هي عمليا لما بنكتب واتساب حتلاقي الكلمة طلعت بسرعة كثير حتى لو كان عندك الانترنت بطيء. ليه؟ لأنه هي عبارة عن أحرف فقط. فبالتالي التجهيزات البيت الذكي انبنت على تقنية الزيجبي اللي هو البروتوكول الزيجبي، لأنه بدها حجم نقل بيانات كثير بسيط. حتى بالواقع الحالي وجود الشبكة الحالية ما حتأثر على وجود تطبيقات مثل البيت الذكي، ولكن لما نروح بطريقه اكستريم مثلا لما اجي انا اوصل البيت مثلا على مجموعه من تجهيزات المراقبه الفيديويه مثلا، اوصلها على تطبيق انا ممكن اكون ما بعرف في اي دوله بالعالم، اقدر ادخل مثلا اتخاطب مع البيت من خلال شبكه مثلا كاميرات وكونفرنس مع العالم، بحس حالي قاعد بين الفيرتشو يعني بطريقه افتراضيه مع اهل البيت او هيك. هون صار طبعا بدها تقنيات وسرعات عاليه، واعتقد اليوم التطوير اللي عم يصير الحالي بالشبكه البنى التحتيه التحتية الموجودة بسوريا ماشي بطريقة كثير سريعة، فبظن أنه بين ما نوصل لموضوع المدينة الذكية حيكون بشكل عام البنى التحتية وصلت لهذا الرينج أو لهذا المجال من السرعات اللي قدرت تخدمنا بهذا الشيء بسوريا. تمام، يعني ذكرت لنا بعض الأمثلة بتعلق يمكن بغرفة النوم أو الأشياء الخدمية، كمان شو فيك تعطينا بعض الأمثلة بما يتعلق بالبيت الذكي؟ صحيح، حقيقة هلأ كثير دارجة القصص اللي بتلاقي في تسهيلات كونه بسبب الوضع الاجتماعي اليوم بنلاقي الزوج بتلاقي بعمله، وبتلاقي كمان الزوجة صارت أصبحت تقريبا بتشتغل ما لا ربة منزل، فبتلاقي اليوم عندهم مشاكل كثير بإدارة المنزل بحد ذاته، فبالتالي اليوم ترجت كثير تطبيقات العلاقة مثلا بإدارة الأطفال من خلال تنبيهات لوقت النوم، لخلال مثلا تعطيهم الجو المناسب لهذا الوضع، زائد تنبيهات لموضوع الدراسة، صار في البورد الإلكتروني بالبيت اللي ممكن تحطه بالبيت وبالتالي من خلاله نقدر نحن نعرف إنجاز الطفل مثلا بدراسته او مثلا التلميذ بدراسته، صار في تطبيقات للمطبخ تنبه عن انتهاء بعض الاشياء، فمثلا صار في نوع من انواع المطبخ الذكي واللي هلا كثير عم تشتغل عليه الشركات العالميه لتبيعه، اللي بيعطيكي مثلا الريسيبي تبع الطبخ، فبتلاقي مثلا اليوم الصبايا انتم ما شاء الله عندكم ما حدا بيعرف يطبخ مثل فبتلاقي في ريسيبي، بتلاقي رجعت للجوجل او شيء، لا على فكره ما شرط ما شرط، فاليوم بتلاقي في ريسيبي صارت تطلع على بالمطبخ على جنب الفرن مثلا عن طريقه مثل ايباد او شيء، ولكن هي بورد الكتروني بتدوري على الطبخه اللي بدك اياها بتعطيك الريسيبي، بتمشي معك خطوه خطوه بتعطيكي انديكيشنز، ما بتنطبخ لحالك وبالتالي يمكن تعطيكي نوتيفيكيشن انه صاروا 20 دقيقه روحي مثلا هي مشان ما تحترق الكيك ما بعرف شو، فصار في تطبيقات كثير حقيقه يعني خياليه، وخاصه يعني ابتداء من المطبخ وانتهاء باي شيء ممكن يكون يعطينا اريحيه بالمعيشه داخل المنزل، وزائد النوتيفيكيشنز الاشعارات باتجاه رب المنزل لاحضار الاغراض مثلا بموضوع انه تعطيه نوتيفيكيشن انه مثلا البراد ناقصه 1 2 3 من الاشياء فممكن يحضرها وهو جاي، زائد ممكن تعطيه انه مثلا في ماده معينه بالبراد قربت صلاحيتها او صلاحيتها انتهت، ففي اشياء كثير من التطبيقات اللي بلشت تنطرح، واليوم حتى بسوريا اذا بننزل اليوم على الاماكن التسوق اللي لها علاقه بالالكترونيات والاشياء حنلاقي كثير في تجهيزات، يعني غساله ولا براد ولا تلفزيون ولا حتى بعض الاشياء الاكثر من هيك، فحتلاقي فيها اليوم انه بتدعم، تلاقي هيك بالزاويه كاتب لك زيجبي او سمارت، فبالتالي هي بتدعم الاشياء وقدرانين نوصلها ونتعامل مع الابلكيشن تبعها. طيب هون كان بدي اسالك، يعني لو نحن اجهزتنا قديمه يعني معنا اجهزه حديثه، هل نحن نحرم من هي الميزه ولا في تقنيه ممكن اعاده برمجه او اضافه قطعه، وخصوصا اذا بدنا نستفيد من هذا الشيء للناس المسنين، يعني مثلا اشخاص مسنين بالبيت مثل الجد او الست، وانا بدي اطمن عليهم فبدي زود هذا البيت بهذا الشيء. صحيح، حقيقة صار في تجهيزات مضافة ممكن نوصلها على التجهيزات القديمة لتعطيني هالاشياء. مثال إذا أنا عم بحكي عن تي في قديم، تلفزيون قديم، صار في تجهيزة اللي هي عبارة عن بوكس بحطه وبوصله على التلفزيون، فصار بحول لي التلفزيون لذكي، فصار أنا بتعامل مع التلفزيون من خلال هالقطعة، وإلى مثلا ريموت كنترول بتوصل على الإنترنت، بتخليه بتعمل لي مثلا تلفزيوني صار فيه سوفت وير أندرويد من خلال هالبوكس، وبالتالي هالاندرويد قادر بقى اشغل عليه الانترنت، وقادر احط على يوتيوب، قادر اشترك بالاي بي تي في، هي الخدمه طرحتها اليوم الشركه السوريه للاتصالات بشكل كثير كبير، واخر التطبيقات. اذا رحنا باتجاه ثاني، اليوم انا مثال بدي اتحمل تحكم بمصادر الكهرباء بالبيت لاطفي مثلا صوبيا سخانه ما بعرف تدفايه اي شيء، فصار في اليوم نوع من انواع الفيش الذكي اللي بركبه عليها، فلما بحطه صار فيني انا اتواصل عن طريق من بعيد ونقي الفيش اللي بيكون اوريدي انا حاطط له تسميه بالبرمجيه انه مثلا فيش الدفايه، وقادر ادخل عليه وطفيه من عندي من الابلكيشن من ما كنت، فصار فيني اتاكد الطفايه مطفيه ولا الطفايه شغاله وهالاشياء، فصار في تجهيزات حقيقه، لانه اليوم ما فينا نعمل كات، يعني ما فينا نحن ماشيين بالتطور انه نوقفه ستوب نعمل كات، نكب كل شيء ونجيب كل شيء من اول وجديد، فاكيد الشركات اليوم عم تمشي مع الترند انه تلاقي طريقه لنحول التجهيزات الحاليه نوعا ما لتجهيزات ذكيه لحتى اوصل لمحل انه انا اوريدي صار عندي التجهيزه بحد ذاتها استهلكت بشكل كامل، صار بدها استبدال، بستبدل ساعتها على التجهيزه الذكيه الانتهائيه اللي موجوده بوقتها. نعم، يعني المتاح هلا بوقتنا الحالي شو هو؟ هلا حقيقه المتاح على مستوى العالم بشكل عام كل شيء حكينا صار متاح، ولكن ما بعرف أنا اليوم مالي كتير تصور بالسوق السورية شو اللي متاح فيها، بس أنا فيني خبرك أنه بالسوق السورية على الأقل صار فيك تبني بيت ذكي ألف إلى الياء بالتجهيزات الموجودة ضمن الأسواق المحلية، وبالتالي اليوم صار في بالسوق بتلاقي بيقول لك في حبيعك مثل بوكس أو سيت لبيت ذكي، حتلاقي في تجهيزة اسمها هاب، هي التجهيزة بتركب عادة عند تابلو الكهرباء أو عند كذا، هي بتوصل عليه كل التجهيزات تبع سمارت هوم من الحساسات لللمبات لأي شيء، وبالتالي هي حتأمن لك التواصل معهم. وهذا الحكي مطروح طبعا صار بالأسواق السورية حتى. نعم، يعني موضوع عن جد مهم، ويمكن كثير من الأشخاص بهمهم إنه يحولوا بيتهم لأمور بتتعلق بالتقنيات الذكية. نحن هلأ لوين حابين نوصل، لوين نقدر نوصل بهذا الموضوع؟ حقيقة اليوم نحن معتمدين بشكل كامل على مستوى، خلينا نميز قصتين، البيت الذكي والمدينة الذكية. على مستوى البيت الذكي أنا برأيي اليوم لازم يكون في دور كثير فعال خلينا نقول المشرعين بموضوع المعايير. يعني مثلا حاعطي مثال عملي يفهموه اكثر المتابعين او المشاهدين. اليوم مثلا لازم يكون في توجه بنقابات مثل نقابه المهندسين، كونه تحوي هي المهندسين السوريين اللي هن بيقوموا بعمليه اعاده الاعمار عمليا، فبالتالي هدول لازم يصير لهم توعيه نوعا ما، طبعا زملائنا لانه انا بالاساس مهندس اما اكون دكتور، فلازم يصير لهم نوع من انواع التوعيه عن هاي التقنيات، فلما بدهم يبلشوا بدراساتهم الهندسيه باتجاه اعاده الاعمار يكون عندهم مسبقا في بنيه تحتيه بضمن البناء او المنازل لتدعم هالتقنيات. هلا هي دور، الدور الثاني اليوم لازم يكون برايي انا نوع من انواع التوجه بانه يكون في شيء هيئه او اي شيء مسؤوله عن هذا التوجه باتجاه المدينه الذكيه، فاليوم ممكن هلا وزاره الصلاه والتقنيه طبعا عم تقوم بدورها بشكل كامل، بس ما بعرف اذا هي مخصصه فريق او جهه او قسم او اداره معنيه بوضع المعايير والتطوير للمدن الذكيه، فاليوم هن الشغلتين بدنا نميز بيناتهم، هو البيت الذكي والمدينه الذكيه. عاده البيت الذكي لازم تكون مسؤوله عنه نوع من انواع. استاذ عمار، يعني بدي اعطي حضرتك، بدي أتشكر وجودك معنا. نحن بدنا ننتقل مباشرة لاستديوهات الإخبارية ولزميل حسين فياض لنتابع معه تغطية خاصة حول اجتماعات أستنا. يسعد صباحك حسين. وإليك يسعد صباحكم، شكرا لك زميلتنا.